مساء الخير يا أمينة. كده يا هاشم كل ده تأخير؟ مش عارف إني قاعدة لوحدي بستناك. إزاي هون عليك تسيبني ده كله؟ غصب عني، كان في عيانة محتاجة لي. أنا أكتر واحدة محتاجة لك. العيانة ممكن تلاقي دكتور تاني، لكن أنا ماليش دكتور غيرك. طب ما تزعليش، حقك عليا. أنا سبت بيتي وسبت الدنيا كلها وهربت عشان أجيلك. وإزاي بس ما بتقدرش شعوري؟ لو كنت بتحبني قد ما بحبك كنت سبت كل حاجة وجيت. وحشتيني يا أمينة. بقالي 3 ساعات مستنياك وليه اتأخرت ده كله؟ وحشتيني قوي. انت اكتر، انت اكتر يا هشام. لسه زعلانة مني؟ ابدا، عمري ما اعرف ازعل منك. صباح الخير. صباح الخير. القهوة. لا لسه بدري عليك على ما تتعلمي تسوي البن كويس. هو انت دقتها؟ القهوة المظبوطة بتبان من ريحتها. اسألي اي هواجي يقولك كده. طب بس دوق. خمسة على عشرة كده. طيب دي بقى 10 على 10. مش خايفة لا تعود على كده؟ تبقى مصيبة كارثة. دلوقتي ازاي تسمح لنفسك تباتي بره؟ تعالي هنا. رايحه فين؟ خلاص ما بقتيش تعملي حساب لحد. انا تعبانه وعاوز استريح. واحنا دقنا طعم الراحه من امبارح. فهميني الاول، كنت بايته فين؟ عند واحده صاحبتي. مين هي؟ واحده ما تعرفهاش. انا جوزك ومن حق اعرف كل اصحابك. انت فاهمه انك تباتي بره والحكايه تعدي بالسهل؟ ما ضربتيش تليفون ليه تقول انت فين؟ يعني هو ده بس المهم عندكم؟ مين هي صاحبتي وما ضربتيش تليفون ليه؟ ما حدش فكر فيك يسالني ليه سبت ده منهور؟ أنا إنسانة وليا شعوري، ما بقتش أقدر أحتمل الحياة اللي أنا عشتها. أنت زعلتها في حاجة يا عبد السلام؟ طب وراس الحاجة؟ ما هو كله من تحت راس الحاجة. عملت معاك إيه الحاجة؟ وفرض يا ست عملت معاها اللي ما يعمل، الأصول تستنى في بيتها وتقول لجوزها. يا جماعة الكلام ده مفيش منه فايدة، اللي حصل حصل، إحنا ولاد النهاردة. أنا بقول مدام أمينة مش مستريحة مع الحاجة، خليها هنا شوية لحد الفيلا ما تخلص. أنا تحت أمركم. Thank you.
أول مرة أحس إني متجوزة، أول مرة يبقى لي بيت. هو ده الجواز، بيت أحبه مليان حب مليان حنان، مش ورقة ومأذون وبس. عارف يا هاشم إيه أوحش حاجة في الدنيا؟ انك تعيش ايامك كلها يوم ورا يوم وليله بعد ليله في بيت يتقفل عليك مع انسان ما بتحبوش. معاكي حق، ده يبقى جحيم. بس انا عايزك تنسي ده كله دلوقتي وخلينا في الجنه اللي احنا فيها. عيشي حياتك يا امينه، انا عايش حياتي زي ما انا عايز. هو الواحد هيعيش كم مرة؟ ماما مش راضية، مش موافقة. هي ماما اللي هتعيش معاه، ما تخليش حد يخصبك على حاجة انت مش عايزاها. حتى لو كنت هتطلق؟ ما انا مطلق وطنطك برضو مطلقة وعايشين حياتنا، ما فيش ألذ من كده. ولا ايه يا فوفو؟ كمان انا عايز اعرف ليه عايزة تطلقي؟ من حق ان اعرف. أنا مش عاوز أغشك ولا عاوز أكذب عليك. وكنت بتجوزيني ليه أمال؟ إيه الحكاية فوزية هانم؟ إيه معنى كلام أمينة؟ في الحقيقة يا ابني أمينة كلمتني كتير من يوم الخطوبة وهي كانت عايزة تنهي الموضوع. إحنا اللي ضغطنا عليها. لكن اللي حصل إنه ما انتهاش. أنا ذنبي إيه؟ أنت مالكش ذنب يا عبد السلام، ولا أنا كمان ليا ذنب. الظروف هي اللي عملت كده. عبد السلام، إحنا ما نقدرش نعيش مع بعض. أمينة، العند في المواضيع دي خطر، حاولي كمان مرة لا تندمي. حاولت يا عمي ما قدرتش. انت مستني ايه بعد الكلام اللي سمعته ده كله؟ انت ما عندكش كرامة ولا ايه؟ صدقني يا عبد السلام، انا مش عاوز اجرح كرامتك. انا قلبي عليك، انت الف واحدة تتمنى تعيش معاك. لكن انت لا، مش كده؟ على كل حال انت اللي هتخسري مش انا. بكرة هبعتلك ورقتك. يلا يا ابني بقى كفاية، الحكاية كانت باينة من أولها، الجوازة دي ما كانتش ليك أبداً، ياما قلت لك وأنت ما سمعتش كلامي، الحمد لله اللي جت على كده. أنا قلت لو اتطلقتي مالكيش وعاد في البيت ده، تاخدي هدومك وتنزلي دلوقتي حالاً. مش وقت الكلام ده يا كامل. لا وقته. الدنيا ليل، هتروح فين بس دلوقتي؟ مش شغلي، أنا ما عنديش مسؤول عنها ولا عن تصرفاتها. على فين؟ ماشي، عاوزاني اقعد في بيته بعد ما طردني منه. وهتروحي فين بالليل لوحدك؟ هروح مطرح ما اروح. كان زعلان وقال لك كلمتين، اهو زي ابوكي برضه. لا، هو مش ابويا. طيب انتي قاعده في بيتي انا، مش في بيته هو. انا قاعده في بيت جوز امي اللي طردني منه. طيب عشان خاطري انا ما تشحططيش قلبي وتجريني وراكي في الشوارع. ربنا يهديك يا حبيبتي والصباح رباح. اتطلقت. سكت لي يا هاشم. حاولي، انا كلمتك كتير وحاولت اعقلك كتير، مفيش فايده. اتفضلي وهتعملي ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. وايه الشنطه دي؟ سبت البيت. طب وهتقعدي فين؟ هنا طبعا. انا مش قلت لك اني ماليش حد في الدنيا غيرك انت، وماليش بيت غير البيت ده؟ بقى ده كلام؟ انت عايز تعملي فينا ايه؟ انت مش عارفه انك لسه في العده وجوزك ممكن يحبسنا احنا الاتنين. ما تقولش جوزي، أنا دلوقتي مش عاوزة غيرك أنت. ما أنا عشان كده بنصحك، أعادك هنا خطر عشان سمعتك. مفيش بنت محترمة من عيلة تقعد مع واحد كده مهما كانت صلاتها بيه. اقعدي استريحي شوية وبعدين انزلي روحي البار. جدو يا جدو.
جدو يا جدو يا احسن جدو، جدو يا جدو يا احسن جدو. يا ولاد سيبوا جدو في حاله، اصل بحبه مش طايل. والله انا حاسس مره في اليوم فرحا. جدو يا جدو يا احسن جدو، جدو يا جدو يا احسن جدو، يا جدو جدو يا جدو يا احسن جدو. يلا قول عليها. روح يا حياتي، احسن حاجه عملتيها دلوقتي اللي جيتي عشان تمشي فرح ابوك. فرح؟ فرح ايه يا بابا؟ تعالي يا حبيبتي تعالى مليك الشربات. جدو يا جدو يا احسن جدو. اتفضلي يا حبيبتي. لكن قولي لي، انت كنت لسه ما اتجوزتوش؟ لا، اصلي جوزت ابوك بالقطاع حته حته. حته حته ازاي؟ بالتقسيط على طريقه شاهد. عرفته سنتين، وبعد سنه واحده كتبنا ورقه شالها معايا، وبعد سنه كتبنا ورقه ثانيه شلتها معايا، والنهارده جبنا المأذون. طب وليه ده كله ما اتجوزتوش من الاول ليه؟ اصله كان مزارجي وبيقول لي ما بتجوزش. وبعدين؟ وبعدين طلع بيتجوز. عن اذنك يا حبيبتي. طلع كده. طيب يا ستي، ألف مبروك. ما هو البركة فيك، لولاك كان زماني لسه في السرير بكلمك من الجنينة وشايفة الدنيا أحلى من زمان ألف مرة. طيب، مع السلامة. نجوى، مش تيجي تاخدي هديتك؟ مبروك عليكي، بس مش عايز اعيا تاني. الله، دي عربيتي. على فين؟ هفرجها لاصحابي. أنا ما بحسش بالراحة إلا وأنا معاك. ولما ما تكونيش معايا؟ بحس إني قلقانة، ضايعة. أنت مش بتحسي بكده عشان ببقى بعيد عنك أنا كل، إنما لأنك عايشة من غير حاجة مهمة تشغلك. لازم يبقى لك هدف في حياتك. طب شوف لي أنت هدف. تفتكر هدف يكون إيه؟ مش ممكن حد غيرك يحدد لك اللي انت عايزاه. انا ممكن اساعدك معلش، لكن لازم انت تحددي. ساعدني. اقول لك يا ستي، انت مش كنت تلميذه؟ ايوه. بطلت المدرسه والمذاكره ليه؟ لما عييت يأست. اديك خفيتي. يعني تفتكر اقدر ارجع المدرسه تاني واذاكر؟ طبعا تقدري، بشرط انك تنوي بجد. تقولي انا لازم اخد الثانويه العام وتذاكري فتاخديها، انا لازم ادخل الجامعه فتجيبي مجموع وتدخليها، انا لازم. طيب طيب طيب، على مهلك عليها شويه، حبه حبه. لما ابقى ادخل الجامعه ابقى افكر في الهدف اللي بعديه. يعني خلاص نويتي تخشي الجامعه؟ بحاول. اوعديني. اوعدك. اخس عليك يا هاشم، اتاخرت عليا قوي، وانا لابسه لك روب حلو ونفسي قوي تشوفني بيه. هتيجي بسرعه؟ مستنياني فين يا امينه؟ هو احنا متفقين على ميعاد؟ هو لازم الواحد يجي بيته بميعاد. مستنياك على العشاء، وهتيجي بسرعه. اهلا حبيبي. اهلا يا امينه، مساء الخير. وحشتني قوي. تعالى. ايه رايك؟
يجنن. تعال الاكل هيبرد. طب نستريح شويه من غير راحه. اتفضل في صحتك يا حبيبي. أمينة أنا خايف عليك من كلام الناس. ولبسك ده ما شربتش ليه؟ في صحتي. في صحتك. هنتعشى وننزل على طول. تعرف يا هاشم، البيت لسه ناقصه حاجات كتير قوي، خصوصا في المطبخ. احنا حقنا نبطل الاكل هنا والقعاد مده طويله بالشكل ده. نفسي اجيب كونسول هنا بمرايه واغير كل التابلوهات وشويه حاجات كده. تعرف طلبات البيت ما بتخلص والحاجات غاليه قوي. النهارده الصبح نزلت لفيت في السوق شويه، الحاجات مش معقوله واصحاب المحلات اتجننوا خالص. ايه ده يا هاشم؟ بقى انا بقول لك الكلام ده عشان تديني فلوس؟ انا معايا. دول مش عشان كده خالص، ما انا عارف ان انت معاكي فلوس. امال عشان ايه؟ انا دايما مشغول ونفسي من زمان اجيب لك هديه، فقلت اديك الفلوس وتنقي اللي انت عايزاه. انا كمان جبت لك هديه معايا. وده عجبوك؟ جدا، ذوقك حلو قوي. مرسي يا هاشم، مرسي يا هاشم. لا لا يا عبد الفتاح، عشان خاطري. لا مش وقته. حرام عليكي، تعبانه. قلت لك تعبانه بقى. سيبني بقى يا اخي. اشمعنى ما بتبقيش تعبانة غير لما ناجي؟ وطول النهار والليل بره بالعربية الجديدة. هو أنت كل كلمة والتانية العربية الجديدة العربية الجديدة حزليني بيها يعني؟ خدها، مش عايزاها. كده برضو يا نوجة، أنا عمري كلمتك عن حاجة جبتها لك. وإيه يعني حتة عربية؟ ما أنا جايب لك الفيلا والعفش، عمري كلمتك عنهم؟ سيبني ما تلمسنيش. أنا مش عايزة فيلا، مش عايزة عفش، مش عايزة حاجة خالص. بس ما تلبسنيش. لا دي حاجة لا تحتمل. أنا مش فاهم أنت جرالك إيه. أنت لازم تفهم إن أنا ليا حقوق عليك. زعل عمك ليه؟ ما تقوليش عمك. طب يا ستي ما تزعليش، عبد الفتاح بيه؟ ها عمل معاكي ايه؟ قولي لي. ضايقك المره دي؟ انا خلاص مش قادره استحمل اكتر من كده. ارجوك يا ماما عزيزه شوفي لي صرفه، خلصيني من الراجل ده. كلام ايه ده؟ انت ناسي انه جوزك ولا ايه؟ ما تقوليش جوزك. انت برضه مسميه ده جواز؟ امال هو ايه؟ الورقه اللي مكتوبه لك دي تبقى ايه امال؟ ما اعرفش، مش عايز اعرف. انا مش ممكن اضيع شبابي كده، انا لازم اشوف مصلحتي. مش معنى الكلام ده ما جدش علينا لليومين دول. نجوى انا مش عبد الفتاح هتضحك عليا بكلمتين. أنا ملاحظة إن أحوالك ما اتغيرتش إلا ما عرفت الدكتور هاشم. وماله؟ مش هو اللي عالجني وخففني؟ في حاجة بينك وبينه؟ بتقابليه؟ بتخرجي معاه؟ بتروحوا فين؟ ها؟ بتعملوا إيه؟
ايوه بقابله وبخرج معاه وبنروح في كل حته ومفيش حاجه بيني وبينه. يا نجوى حط عقلك في راسك واعرفي فين مصلحتك. انا الاول مره بعرف فين مصلحتي. نجوى 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 يا نجوى. انت رايحه فين؟ بتدور على ايه في البدرون؟ بتدور على ايه؟ على كتبي اللي رميتيها هنا انت عبد الفتاح بيه. كتب؟ يا ننوس عينه، هو احنا هنعيده من الاول ولا ايه؟ وده شرط الدكتور بقى؟ ايوه شرطه، وماله؟ الحق عليه اللي عايز يخليني بني ادمه. بني ادمه؟ هو انت ما تبقيش بني ادمه الا اذا انسخطت ولبست مرياله ورحت تلعبه في وسط العيال؟ ما انتش بني ادمه بالفيلا والعربيه والدولاب اللي مليان هدوم اشكال والوان؟ ما بترديش ليه؟ خلاص كلب عقلك حلاوه؟ لا بس قال لي حاجات بكل اللي سمعته في حياتي.